دلوقتي زميلتنا العزيزة سارة حامد موجودة في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، وعلى أتم الاستعداد إن هي تعرفنا آخر الأخبار والمستجدات المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه المختلفة. يا سارة صباح الفل عليك، اتفضلي احنا سامعينك. صباح الخير يا كريم، طبعا في البدايه برحب بيك وبرحب بكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده اكيد من 10 الصبح في الاهلي، وزي ما انت قلت يا كريم بالفعل حاليا انا متواجده داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان انقل لكم كل الامور والاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. وكالعاده هنبتدي مع الفريق الاول لكره القدم اللي النهارده ان شاء الله عندهم مواجهه مهمه ومباراه مهمه بالنسبه للاعبي النادي الاهلي مع نادي بيراميدز في المباراه المؤجله من الجوله الثامنه لبطوله الدوري الممتاز لكره القدم، واللي هتقام النهارده ان شاء الله في تمام الساعه 8 مساء على ملعب استاد الاهلي والسلام. يمكن كمان خليني شويه كريم يعني اتكلم واقول لكل جمهور 10 الصبح في الاهلي على يعني استعدادات لاعبي النادي الاهلي والتدريبات اللي كانت امبارح قبل بدايه مباراه النهارده مباراه بيراميدز مع نادي الاهلي. يمكن امبارح لاعبي النادي الاهلي ختموا استعداداتهم وتدريباتهم على ملعب مختار التتش. كمان قبل المباراه كان في زي فيديو ميتنج او محاضره فيديو ما بين مستر بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الاهلي وجميع لاعبي النادي الاهلي، وكان يعني من خلال المحاضره الفيديو دي استعرض يعني كل الجوانب الخططيه والفنيه في المحاضره. كمان من خلال المحاضره دي استعرض يعني فيديوهات كتيره جدا للاعبي بيراميدز، وكان بيوري لاعبي النادي الاهلي الاخطاء بتاعت لاعبي نادي بيراميدز واللي ممكن يستغلوها في المباراه عشان طبعا يحققوا الفوز ويسجلوا يعني اهداف في المباراه، وكمان الاخطاء اللي لازم يتجنبوها في مباراه اليوم عشان نفس الهدف هو تحقيق الفوز النهارده على نادي بيراميدز ويعني يحصلوا او حصاد الثلاث نقاط في مشوار نادي الاهلي في بطوله الدوري الممتاز لكره القدم. كمان يعني بعد المحاضره دي كان في فقره احماء، وبعد فقره الاحماء بعد بدأوا لاعبي النادي الاهلي ان هم ينفذوا البرنامج الخططي خلال تدريبات الكره، وبعد كده يعني شفنا في المران انه ثنائي النادي الاهلي والمدافعين ايمن اشرف وياسر ابراهيم بداوا يشاركوا في التدريبات الجماعيه مع لاعبي النادي الاهلي بعد ما يعني اكد الدكتور احمد ابو عوله طبيب الفريق جاهزيه الثنائي للمباراه وان هم بيشاركوا بشكل طبيعي بعد تعافيهم من الاصابه في التدريبات الجماعيه مع لاعبي النادي الاهلي. وكمان قبل التمرين كان في فحص طبي لطاهر محمد طاهر نجم النادي الاهلي بعد ما اشتكى يعني من الاصابه وهي التواء في الكاحل بعد مباراه المريخ السوداني، وكان في زي يعني فحص طبي لطاهر محمد طاهر وشارك كمان يعني جزء بسيط من التدريبات الجماعيه، والنهارده ان شاء الله يعني هيتم تحديد جاهزيته ان هو ان شاء الله يشارك في المباراه او لا. ده بالنسبه للاعبي النادي الاهلي والفريق الاول لكره القدم. خليني بقى انتقل واروح للالعاب الاخرى، وهبتدي معاك يا كريم بالفريق الاول لكره الطايره رجال او الماسترز اللي امبارح يعني قدروا ان هم يفوزوا ويحققوا فوز مهم على نادي بتروجيت بثلاث اشواط مقابل لا شيء في المباراة اللي أقيمت على صالة برج العرب في مدينة الإسكندرية في بطولة الدوري. النهاردة إن شاء الله هيكونوا في راحة سلبية من التدريبات وهيرجعوا بكرة يستأنفوا تدريباتهم عشان يستعدوا لبقية المباريات في بطولة الدوري، ويمكن إن شاء الله يعني المباراة القادمة للماسترز هتكون أمام نادي طلائع الجيش يوم السبت المقبل وهتقام على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية. وكمان يعني خليني أقول لك يا كريم إنه الماسترز لحد دلوقتي في سلسلة انتصارات متتالية وما خسروش ولا شوط ولا مباراة في بطولة الدوري، وهم حاليا على صداره بطوله الدوري الممتاز لكره الطايره. ده كمان بالنسبه لفتيات الذهب او سيدات الطايره، هم كمان في صداره الدوري بدون خساره اي شوط او اي مباراه في بطوله الدوري، وامبارح فازوا على نادي سبورتنج بثلاث اشواط مقابل لا شيء على صاله نادي سبورتنج، والنهارده ان شاء الله هيكونوا في راحه سلبيه وبكره هيرجعوا للتدريبات الجماعيه عشان عندهم مباراه مهمه مع نادي الصيد يوم الجمعه القادمه. كمان النهارده ان شاء الله هيكون في مباراتين مهمين جدا يا كريم داخل مقر النادي على صاله الامير عبد الله الفيصل. اول مباراه هتكون الساعه 6 بالنسبه لفريق الاول لكره السله تحت قياده طبعا مستر اجاستي بوش المدير الفني الاسباني لفريق النادي الاهلي، وبعد غياب يعني لمده تقريبا شهر بسبب التوقف الدولي لمنتخب مصر ومشاركته في تصفيات كاس العالم لكره السله في السنغال. النهارده ان شاء الله يعني هتكون اول مباراه لفريق النادي الاهلي بعد غياب يعني مده شهر، هتكون امام اصحاب الجياد في الدور الثمانيه من بطوله كاس مصر، وهتقام هنا ان شاء الله على صاله الامير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي. وبعديها يعني بعد المباراه بساعتين الساعه 8 هيكون في مباراه لسيدات اليد مع نادي الشمس، ودي هتكون مباراه السيمي فاينل او مباراه النصف النهائي لبطوله كاس منطقه القاهره لسيدات اليد. وكمان النهارده ان شاء الله رجال اليد عندهم تدريب الساعه 4 على صاله الدكتور
حسن مصطفى في مدينة السادسة من أكتوبر عشان يستعدوا بشكل قوي للمباريات القادمة إن شاء الله في الدورة المجمعة الأولى من دور النهائي لبطولة الدوري المحترفين لكرة اليد. النهاردة يعني هيكون عندهم تمرين، وبكرة إن شاء الله أول مباراة ليهم في الدورة المجمعة هتكون أمام نادي سبورتينج، وتاني مباراة هتكون أمام نادي الجيش، وتالت مباراة هتكون أمام نادي الزمالك يوم الجمعة إن شاء الله في تمام الساعة 5 مساء. يمكن دي يا كريم كانت كل أخبارنا النهاردة المتعلقة بالنادي الأهلي وجميع فرقه الرياضية. طبعا أنا معاك لو في أي سؤال، والآن العودة مرة أخرى للاستوديو، الكلمة ليك يا كريم. أكيد تفضل. بشكرك شكرا جزيلا زميلتنا العزيزة سارة حامد على هذه التغطية المتميزة.